تعلم مدى أهمية وجود لعيبة بقيمة أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور طبعا الكابتن وسط اللعيبة اللي داخلة جديد مع النادي الأهلي، أكيد بتبقى موضوع مهم جدا ليك كراجل بتدير الملف الكروي وأيضا لاستقرار الفرقة بشكل عام. بالتأكيد، وكمان الناس دي يعني مهمة قوي قوي قوي، الناس عارفة إن لها دور كبير قوي. وانا مؤمن بحاجات كتير، في اوقات ممكن يبقى ليك دور فني وفي اوقات الدور ده بيقل شويه، انا متاكد من ده، يعني انا مؤمن بده، لكن الاهميه ما بتقلش، يعني ممكن الدور الفني يقل شويه لكن الاهميه ما بتقلش. تمام، انا مستنيك يا مهيب بقى. ماشي، هكلمك وبالتوفيق. لا، السؤال الاخير، السؤال الاخير اتفضل. مين هيفوز بمباراه السوبر؟ ان شاء الله، ان شاء الله طبعا فرقه الزمالك بنقدرها وبنحترمها، ان شاء الرحمن باذن الله يبقى فيها الخير باذن الله تعالى علينا ان شاء الرحمن. يعني احنا واجهنا الزمالك 6 مرات قبل كده، فزنا ب5 وتعثرنا في واحده، ان شاء الله تبقى فيها الكويس، تبقى باذن الله جاي، باذن الله تبقى اللي جاي السادسه باذن الله، يبقى 7 مرات ويبقى النتيجه ان شاء الرحمن هتبقى على 6-1 باذن الله. نتيجة 6؟ مش بقول لك انت راجل كياد، ما فيش فايده فيك. طيب اخر سؤال، ندفد بس عشان الناس عايزه تطمن عليه. نجد الحقيقه برضو يعني يعني طالما الشيء بالشيء ده اللي انت ذكرته يعني يذكر، يعني نجد كان خد العمليه الجراحيه وكان فيه هناك، يعني احنا وقفنا حتى التعامل مع المركز ده خالص. فكان فيه استعجال في، لا لا كابتن، كابتن مش عديها. يعني ايه وقفت التعامل مع المركز اللي هناك ده؟ يعني ايه ده؟ كل لعيبه الاهلي كانت بتروح هناك. لا لا لا، بعد نجمت احنا غيرنا خالص، يعني غيرنا الموضوع. غيرنا الاتجاه والدكتور والمركز، فعشان كده احنا غيرنا القصه ديت. طب ايه اللي حصل عشان تغير؟ اللي حصل ان في مرحله سبقت، يعني نفس الكلام بتاع حمدي فتحي، يعني الفرق ما بين حمدي فتحي وكريم نجمت كانت تقريبا الاصابه شبه قريبه من بعض شويه. كريم نزل بعديها من خلال تاهيل هناك في المانيا، مش هنا على فكره، يعني الركبه ما استوعبتش ده، كان فيها حاجه ثانيه استوجبت عمليه جراحيه ثانيه، ففي رشح في الركبه، فالرشح ده بيجي وبيختفي، بيجي وبيختفي مع عدم نزوله، يعني مش عايزين يبقى فيه يعني حاجه تضره، عشان كده برضو احنا واقفين في ظهره وكل حاجه، لكن الموضوع بالنسبه له، بالنسبه لكريم، يعني مرحله علاجيه، مرحله صعبه مش سهله، فمهم قوي ان هو ياخد فترته كافيه، يعني ممكن تطول او تبقى اكتر من المتوقع او المنتظر، لكن بتحصل في عالم الكوره ان في حد يبقى لا قدر الله كده تيجي له فتره زمنيه الاصابات بتتكرر ولا حاجه، لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان هو لما ينزل ان شاء الله الرحمن ما تبقاش في حاجه تؤثر عليه مستقبلا، يعني فعشان كده احنا هادين عليه خالص، بالعكس احنا بنبعته، واخر مره بعتينه احنا الاسبوع ده اللي احنا فيه ده المانيا برضه في حته ثانيه، النادي الاهلي بيقف مع اولاده وبيقف مع لعيبته وبيقف في ايا كان الوضع لحد اخر لحظه، يعني فانا مش مستعجل على كريم ولا هتصربع في يرجع امتى، يعني يرجع امتى؟ مش عندي دي، يعني انا مش دكتور، تمام؟ لكن هو كل ما مؤشرات، المؤشرات كل ما بينزل بيبقى فيه رشح في الركبه، يعني بيبقى فيه رشح في الركبه، فبالتالي بيبقى كويس جدا، وبعدين بيحصل رشح تاني، فبالتالي يعني انا عارف ان ده هياخد فتره زمنيه، لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن هينزل وهيبقى كويس، يعني فمش عايز استعجل ولا عايز اضغط عليه ولا نضغط عليه، لان هو كريم لسه صغير، مواليد 97 الراجل، طبعا في واحد عنده 22 سنه، يعني شفرهوف الحل يا كابتن، شفرهوف الحل يا كابتن، شفرهوف الحل، شفرهوف جميل، شفرهوف الحل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وطبعا على تواصله معانا، وليه حق يكون سعيد.